السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. اليوم احنا نديرو جولة في حي افريقيا. يعني كنطلبوا منا واحد الاخ واخا ما عارفش الحدود ديالو حيت هو ملاصق مع حي الفراجة، ولكن نحاولوا نقراو البلايك، شوفوا الكاميرا واش تسجل. صافي تسجل. هذا راه هي الاخر ديال الطاكسيات ديال القريعة. الناس تلقاو اليوم القريعة عامرة بصحاب فراق. افريقيا هو هذا، راه تيجيو منا بزاف باش يخطفو منا التور واقيلا. مبغيناش نمشيو في شارع زعما، فهمتو؟ اللي مشينا في شارع نبقاو غادي زعما في الشارع، اما الاحياء اللي خاصك تمشي وسط الازقة زعما، الا مشيتي في الشارع مغاديش تدوز من الحي. نحاولو نقربوكم من الحي على قد المستطاع. نقول لي في الاخير لابد ما تخرج الشارع. نجي نفرو من هنا حنا كاع، من كاين هاد الخرجة مزيانة حيت وقال هذا هو الاخر ديالو. صافي عطلا جوج حوتات فريزين قدراتش عليهم. نحاولو نكملو لكم هنا. حنا مشينا الشارع ده صافي، حي افريقيا غادي يتقاضى. حي افريقيا يعني هو هذا كامل. تبارك الله الشجر كيما داير ما شاء الله، ما كناش خرجوا.
نرى وصلنا لحي اخر يعني هذا حي حكام، وهنا تنتهي الجوله ديالنا. ما تنساوش واحد لايك وسبسكرايب. الله يعطيك.